بسم الله الرحمن الرحيم. موقع باب التوبة يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث خطير والقضية مهمة. أبناؤنا يموتون على غير صلوات الصلاة، بل حتى الشيب تعاونوا في أدائها. سألونا نصلي عليه أم لا نصلي، قلت ولماذا لا تصلون عليه؟ قالوا ما سجد لله سجدة من قبل. لم يتجاوز عدد الذين صلوا الفجر في جماعة من أبناء المسلمين في مدرسة تعداد 800 طالب، 20 طالبا فقط، و780 بيت من بيوت المسلمين اتصفت بالنفاق. الصلاة. أنا في البيت لا أصلي أيضا، وأهلي كذلك لا يصلي. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. كيف يتغير الواقع؟ كيف يتبدل الحال؟ وأمتنا ضيعت الصلوات. سؤال. يا جبريل، تضيع أمتي الصلاة. الصلاة. خمس صلوات من أداه حيث ينادى بهن، كن له نورا وضياء وبرهانا يوم القيامة، ومن ضيعهن فلا يلومن إلا نفسه. أقم الصلاة كما يريد الله، لن تبلغ الرضوان دون رضاه. اتبع رسول الله. ضيعت الصلوات وارتكبت المحرمات، كيف يستقيم الحال؟ وكيف يتربى المجتمع على الفضيلة إن لم يحافظ على الصلوات؟ أليست الصلاة هي التي تنهانا عن الفواحش والمنكرات؟ الصلاة. الصلاة نور. كيف تستطيع أن تسير في الظلمات؟ كثير يتخبطون، كثير يشتكون من الهموم والغموم. علاجهم الانضمام إلى صفوف المصلين. مآتي الشباب في كل مكان، وعلاجهم ادخلوا بيوت الرحمن، انضبطوا في صفوف المصلين. حق على الله، من لقي الله وهو محافظ على هذه الصلوات دخل الجنة. واسجد وعفر أنفك الغالي وقل بالدمع يا الله يا الله. اتقوا الله عباد الله وحافظوا على الصلوات وانتهوا عن الفواحش والمنكرات. متى ستنضم إلى صفوف المصلين وستكون من الذين هم على صلاتهم دائمون، وستكون من الذين هم على صلاتهم يحافظون؟ متى ستستقيم وتعلم أن أعظم أمور الدين بعد توحيد الله المحافظة على الصلوات والمسارعة إلى المساجد والمحافظة على تكبيرات الإحرام؟ يا رب يا رباه، ما لي غير عفوك ملجأ، فاغفر لعبد تاب يا رب.